أكدت النقيب الركن حياة عبد المجيد أحمد رئيس فرع بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال مداخلة هاتفية في برنامج بكم نعود، أكدت أن نشر الشائعات دون التحقق من مصدرها يعرض المواطنين والمقيمين للمساءلة القانونية، داعية إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي والرسمي قبل نشرها. يعني العديد من الناس أو الأشخاص يأخذون هذه الشائعات وينشرونها دون التحقق من مصدرها، يعني مع العلم أن هناك جهات مختصة رسمية هي المسؤولة عن نشر هذه المعلومات والأخبار أو أيضا الإحصائيات. فيجب التأكد يعني من المعلومات قبل لا تنشرها، تحري الدقة لكل ما يتم نشره تجنبا لأي مساءلة قانونية. يعني خصوصا الناس اللي عندهم، أجرب مثال، يعني عندنا الجروبات يتسابقون في نشر الأخبار على أساس أن هذه الأخبار حصرية وجديدة، فهذه عندهم أسرع طريقة لنشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة لدى وزارة الداخلية يعني حزمة من الإجراءات اللي تعمل فيها، والهدف منها أيضا توعية المجتمع، منها تحديد منصة أخبارية التميز بالمصداقية والشفافية، ممكن أنه يعني يتم استقاء الأخبار منها والعمل على توعية وتثقيف المجتمع بأخذ هذه الأخبار من هذه المنصة فقط. فيستوجب على المجتمع أن يكون دائما في يقظة دائمة وعدم انسياق وراء تلك الشائعات والتقيد بالتعليمات والقرارات بالمعلومات اللي تصدر من الجهات الرسمية، لأن هي الجهات المعنية والمسؤولة في نشر